أهلا. معالي شيخنا الكريم، أنتم جزاكم الله خيرا تعملون في مجال الإفتاء من سنوات طويلة فيما يتعلق بأهمية التفقه بالدين قبل التلبس بالعبادة. نحن بإذن الله عز وجل في شهر ذي الحجة سيقام موسم الحج، فلو تحدثنا أحسن عليكم من نوى أداء مناسك الحج والحديث عن أهمية التفقه في هذه الشعيرة العظيمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من أعظم شرائط العمل العلم. قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال البخاري رحمه الله مبوبا على هذه الآية: العلم قبل القول والعمل. فلا بد من العلم قبل أن يعمل الإنسان، لأن قوما ضلوا يوم عبدوا الله جل وعلا عن جهل، ومثل لهم العلماء كما جاء في كتاب ربنا بالنصارى عملوا لكن بلا علم، كما أن اليهود عندهم علم فلم يعملوا. فلا بد قبل العمل أن يعلم الإنسان حتى يعبد الله على بصيرة، فإن عبادة الله جل وعلا عن جهل تؤدي إلى حبوط العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قاعدة عظيمة في باب العبادات، وهي الاتباع له صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل العمل إلا إذا كان مشروعا جاء به الشارع الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المشهور: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. فليس للإنسان أن يعبد الله عن جهل أو عن استحسان عقل أو عن آراء وأهواء، وإنما يعبد الله على بصيرة، على علم، على هدى. ولذلك جاء وجوب التفقه في دين الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولذلك لما حدث لنفر من الصحابة في سفر أن أحدهم احتلم في نومه فأصابته الجنابة، فلما استيقظ وكان يوما شديد البرد، فقال لأصحابه: إنني أصبحت جنبا وإن الماء شديد البرودة والجو شديد البرودة، فهل لي من رخصة؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فليس للإنسان أن يفتي أو أن يعبد الله جل وعلا عن جهل. ولذلك قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ولذلك فإن الإنسان في عبادته لربه جل وعلا لا بد أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد في معرفة الحكم، أو أن يسأل من يوثق بعلمه فيتبعه يقلده في هذه المسألة، ولا يعبد الله جل وعلا باستحسان عقل أو باتباع هوى أو تقليد أعمى، وإنما بتقليد لمن يجوز تقليده من العلماء الذي يوثق بعلمه وبتقواه وبورعه. ومن هذا الباب يذكر ما يتعلق بالحج، فإن الحج يشتمل على عبادات عظيمة وشعائر ونسك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التفقه فيه بقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا
عني مناسككم. لا بد أن يتفقه المرء وأن يتعلم وأن يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن الصحابة أخذوا منه مباشرة بسماع قوله ورؤية فعله، فإن من بعدهم يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ثبت من سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، بما نقله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفعاله وأقواله وما كان يفعله في حجه صلى الله عليه وسلم. وليس لنا طريقا أن نتعلم به إلا أن نأخذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب التفقه في الحج. ولذلك فإن التفقه في العبادة التي تجب على المرء واجبة، لأن القاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت العبادة عبادة الحج لا تتم إلا بمعرفة أحكام الحج، فمعرفة أحكام الحج واجبة، لأن أداء الحج واجب وفريضة، فيكون التعلم والتفقه من الواجبات والفرائض. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على أعمال الحج وهو جاهل بها، لا يدري أي الأنساك يأخذ، وهل هناك أنساك مختلفة، وما الفرق بينها، ما هي أركان الحج، ما هي واجباته، ما هي شروطه، ما هي مستحباته أيضا. فإنه حتى يؤدي هذه الفريضة على الوجه اللائق شرعا والذي يحصل به براءة الذمة، أن يتفقه في أمور الحج. وما ما دام هذا الحديث اليوم في وقت يجد الإنسان فيه سعة حتى يصل إلى وقت الحج، فإنه أمامه لله الحمد من كتب العلم ومن دروس العلماء الصوتية والمسموعة المرئية، وكذلك كتب أهل العلم في باب مناسك الحج ما هو متوافر بكتب للأولين والمعاصرين. ومن أحسن المناسك في هذا ما كتبه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب نافع مفيد في هذا الباب، وغيره من أهل العلم. نعم.